السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم، وما زلنا نطوف حول تاريخ الدولة العبادية الشيعية والمعروفة بالفاطمية، ولازلنا نذكر التغييرات التي أحدثها العبيديون عندما سيطروا على مصر. كنا ذكرنا أن جوهر الصقلي يعني كتب كتاب أمان لأهل مصر في مركز أبي المطامير في محافظة البحيرة، ومن ضمن يعني ما تعهد به أن يظل المصريون على مذهبهم السني ولا يعني يحدث الشيعة أي تغييرات تمس العقيدة الإسلامية أو مذهب أهل السنة الذي عليه المصريون. ذكرنا أن طبعا لم يفي جوهر يعني بوعوده ولا بالبنود التي اتفق عليها في عقد الاتفاق بينه وبين من فرات الوزير المصري، واللي حصل انه قام بقطع الخطبه للخليفه العباسي، وبقت الخطبه يعني الدعاء بعدها للمعز، وتم يعني كتابه اسم المعز على العمله المصريه. وذكرنا ان تم منع لبس السواد شعار العباسيين، ذكرنا تم الغاء صلاه التراويح والقيام في شهر رمضان، وقلنا ان كان محرم ومجرم ان يصلي المصريون صلاه التراويح والقيام في شهر رمضان، عندهم الكلام ده من البدع المحدثه. وذكرنا ان تم الغاء صلاه الضحى، ما فيش حاجه اسمها صلاه الضحى عند الشيعه، ولذلك تم الغاء صلاه الضحى في مصر. كذلك تم تغيير بعض الاحكام الشرعيه التي جاءت في القران بوضوح. الكلام ده لازم نعرفه، لازم نعرفه عشان نقف على حقيقة التاريخ العبيدي الشيعي الفاطمي. هي دي الدولة الفاطمية اللي بتدرس لأبنائنا في المدارس. أبنائنا في المدارس اللي يعرفوه عن الدولة الفاطمية إن هي كانت دولة جميلة جدا، وكانوا ناس طيبين، ودخلوا مصر، ومصر انتعشت في عهدها. وللأسف بيكتب عن الاحتلال الشيعي لمصر، الفتح الفاطمي لمصر. ارجع لكتب ابنائك هتلاقي كده، الفتح الفاطمي لمصر ده ما كانش فتح يا حبيبي، ده كان احتلال، احتلوا بلاد المسلمين ونشروا الفساد في بلاد المسلمين. هذا ما احدثه العبيديون، هذا ما احدثه الشيعه، الغاء صلاه التراويح، الغاء صلاه الضحى، وبنشوف كمان ان تم تحريف لاحكام المواريث في القران الكريم، المعز غير في الاحكام الشرعيه. حكام الدولة العبيدية غيروا في الأحكام الشرعية، يعني احنا عندنا البنت إذا انفردت فلها النصف، ده شرعا في الميراث، البنت إذا انفردت فلها النصف، يعني بتاخد نصف التركة، لقول الله تبارك وتعالى وإن كانت واحدة فلها النصف، لكن هم جعلوا البنت إذا انفردت تأخذ التركة كاملة. تغيير واضح جدا، تغيير في صلب الأحكام الشرعية في أحكام المواريث، عملوا بقى شوية تغييرات في أحكام المواريث، وللأسف الشديد يعني أصبح القضاة أغلبهم من الشيعة عندما سيطروا على بلادنا مصر، فكان القاضي لما يجي يحكم بيحكم بالمذهب وبالفكر الشيعي وليس بالمذهب السني. كذلك من المحدثات التي أحدثوها من البدع التي نشروها زيادة حي على خير العمل في الأذان. الأذان معروف، الأذان ده أمر موقوف، الأذان ده عبادة توقيفية، الأذان ده رآه الصحابة وأقره رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني رآه الصحابة في المنام بالعبارات بالترتيب، رآه الصحابة في المنام وأقرهم على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وطوال حياة النبي عليه الصلاة والسلام، والأذان كما نسمعه نحن الآن. لما جم الشيعة قالوا لا، الأذان ده كده مش نافع، ما ينفعش معانا، إحنا عايزين نزود حاجة في الأذان، نقول حي على خير العمل. طيب هذه الجملة لو كان فيها يعني الخير لسبقنا إليها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما بيحصل تغيير بيحصل عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام، أو صحابي يرى شيئا فيقره النبي عليه الصلاة والسلام، زي مثلا الصلاة خير من النوم. ده الصحابي قالها، أقروا على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كل واحد تطلع في دماغه حاجة، نغير في الأذان ونغير في صفة الصلاة، الشيعة غيروا في الأذان، وقالوا حي على خير العمل.
وطبعا بداوا بمسجد احمد بن طولون ومسجد عمرو بن العاص. يعني لما يتم تنفيذ هذا القرار بداوا بمساجد اهل السنه الجامعه، بداوا بامهات المساجد، المساجد الكبيره جدا، مسجد احمد بن طولون ومسجد عمرو بن العاص، معاقل اهل السنه في مصر. ولذلك بعد ذلك اعترض كثير من المصريين كما سنرى على هذه البدع وعلى هذه المحدثات. وبعدين تم الإعلان عن أن عليا أفضل من الصحابة وأفضل من أبي بكر وعمر. الكلام ده ما كانش موجود الأول. الكلام ده جوهر قال مش هنعمل حاجة، جوهر الصقيل للشيعة قال مش هنغير أي حاجة. لا، ده بقى في إعلان رسمي أن أفضل الصحابة رضي الله عنهم هو علي رضي الله عنه. ده مخالف لما عليه جمهور العلماء، مخالف لما عليه العقائد المسلمين منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنذ أسلم هؤلاء حتى توفاه الله عز وجل، ثم جاءت القرون الأولى، ثم جاء العلماء والصالحون والتابعون، واستمر الأمر على التفضيل الذي تعلمناه من الصحابة، أبو بكر عمر عثمان علي. لكن احنا نقول ان علي بن ابي طالب افضل من الصحابه جميعا، ده ما حدش قال. النبي قال نفسه ما قالهوش عليه الصلاه والسلام، وان كان يعني النبي عليه الصلاه والسلام اثنى على علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وقال انت مني بمنزله هارون من موسى، وقال من ولاه ولاه الله، ومن عداه عداه الله. احنا ما عندناش مشكله خالص، سيدنا علي ده على راسنا وعلى دماغنا، سيدنا علي ده زوج فاطمه رضي الله عنها، ده ابن عم النبي عليه الصلاه والسلام، ما عندناش اي مشكله خالص. لكن ابو بكر هو افضل هذه الامه بشهاده النبي عليه الصلاه والسلام، ثم عمر رضي الله عنه، وهكذا. لكن جم الشيعه قالوا لا، احنا هنغير في الترتيب ده يا جماعه. ودي خلي بالك دي كانت فتره تمهيديه. يعني ايه فتره تمهيديه؟ يعني دي كانت البدايه. البداية ان احنا هنقول ان علي افضل فقط، لكن بعد كده، بعد كده تم الانتقال الى ما هو اعظم. ايه اللي حصل؟ قال لك لا، ابو بكر ده ابن 60 في 70، وعمر ابن 60 ونص في 70، واعلنوا السباب والشتم لابي بكر وعمر رضي الله عنهم. يعني في البداية قالوا يا جماعة احنا مشكلتنا بس ان احنا بنعتقد ان عليا افضل من ابي بكر وعمر. بعد شويه الامور اتغيرت، قال لك لا، ابو بكر ده كافر اصلا، وعمر ده كافر اكثر من ابو بكر. ايه اللي حصل ده؟ هذا ما احدثه العبيديون، هو ده اللي حصل في مصر. ولذلك سنرى باذن الله تعالى ان الشعب المصري المسلم الاصيل المتمسك بالمنهج الصافي الصحيح لم يرضى بهذا. وهنلاقي بقى في بعد كده ان شاء الله سنذكر في بعض الحلقات مكافحه المصريين، مكافحه المصريين للدوله العبيديه وللدوله الشيعيه. في تغييرات كثيره جدا احدثها العبيديون في مصر، كما ذكرنا في بعض الاحكام، الغاء صلاه التراويح، الغاء صلاه الضحى، الغاء رؤيه الرؤيه للهلال، يعني عندنا حسابات ثانيه بنصوم ونفطر بيها، وبنشوف ان تغيير في احكام المواريث اللي هي واضحه جدا. ده مش حكم مواريث حدث من الصحابه هو اللي قاله، لا، ده ربنا هو اللي قال ان البنت فان كانت وان كانت وحيده فلها النصف، قال لك لا ما لهاش النصف، هي تاخد التركه كلها، ده ما فيش الا هي. وبعدين بعد كده ننتقل الى مرحله سب الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم بحقيقه التاريخ الفاطمي اللي بيدافعوا عن تاريخ الدوله الفاطميه، الدوله الشيعيه، يعود هؤلاء الى حقيقة التاريخ وإلى البدع والخرافات والشركيات التي أحدثها العبيديون عندما قاموا باحتلال العالم الإسلامي العربي بمشيئة الله تبارك وتعالى. نستكمل ما أحدثه الشيعة وما أحدثته الدولة العبيدية في مصر وفي غيرها في الحلقات القادمة. مشاهدينا الكرام، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.